تزوجت منذ 4 سنوات وقد من الله علينا بابنه، واستمر زواجنا على ما يرام وبدون أن يعكره أي شيء. وفي يوم من الأيام حدث سوء تفاهم أدى إلى نزاع بيننا، فذهبت إلى المحكمة وكنت متوتر الأعصاب وفي حالة نفسية سيئة، واستخرجت صك طلاق من المحكمة بهذا المعنى بثلاث طلقات متفرقات دون أن أنطق بها، علما بأنه لم يسبق أن طلقتها. فهل هذا الصك يعتبر 3 طلقات دون رجعة أم طلقة واحدة؟ إذا كان يعتبر طلقة واحدة فماذا أفعل لكي أعدل الصك؟ ما دام أنه صدر من المحكمة صك بثلاث طلقات متفرقات على يد القاضي، فإن هذه المرأة لا تملك رجعتها، قد بانت بينونة كبرى لا تملك رجعتها. وإذا كان عندك إشكال في ما صدر منك فأنت تراجع القاضي الذي أصدر الصك وتسأله عما يشكل عليك. نعم. هو يقول يعني استحصل على الصك دون أن ينطق بالطلقات، لا دخل لنا في هذا. ما دام أن الأمر صدر من المحكمة وعلى يد القاضي فالمرجع في هذا إلى القاضي، لا دخل لنا في هذا الشيء.